سيدة تميمي، إلى أي مدى برأيك اليوم تشكل ظاهرة انتزاع الاعترافات بالقوة ظاهرة كبيرة في السجون العراقية؟ ولو تحدثنا قليلا عن الجانب القانوني. نعم، بالتأكيد قلنا أن هذا يعني هذه الإجراءات هي محرمة دوليا، محرمة وفق الدستور، وفق قانون أصول محاكمات الجزائية العراقي الذي ينظم إجراءات التحقيق. طبعا الكثير يتعرضون إلى هذه الإجراءات بسبب الجهل من بعض المحققين، الجهل بالعقوبة القانونية لمن يقوم بالتعذيب. هناك في قانون العقوبات مادة 333 تعاقب بالحبس أو السجن، يعني جناية تصل عقوبتها أكثر من 5 سنوات لكل من يقوم بالتعذيب. ناهيك عن المطالبة بالتعويض المادي نتيجة للأضرار المعنوية التي تصيب الشخص الذي يتعرض إلى التعذيب. هذا جانب مهم جدا. طبعا صفحة جديدة يبدأ بها السيد السوداني، وهي تنطبق مع منهاج الوزاري الذي أكد فيه على تعديل قانون العفو العام رقم 27 لعام 2016. أعتقد هذه نقطة مهمة جدا، تعديل قانون العفو الجديد لعام العفو، تعديل قانون العفو لعام 2016 رقم 27، خصوصا ما يتعلق بالمخبر السري كما أشار الأستاذ اللي يتحدث قبلي. تحتاج هذه إلى إعادة ترتيب وإلى أن يكون عفو يشمل كل هؤلاء ضحايا المخبر السري بعد تدقيق الملفات. وأيضا لا يفوتني أن أذكر هذا العفو الجديد يحتاج إلى أن يكون بسيطا سهلا يسيرا، ليس كما في العفو السابق 2016 إجراءات وطلبات وروتين، لأنه العدالة البطيئة هي ظلم. لهذا يعني حقيقة الوضع في العراق يحتاج إلى تشريع قانون العفو العام بسبب معاناة ذوي السجناء وما يعانوه في الزيارات وفي المصاريف وما يجري في داخل السجون من مشاكل كبيرة. طيب، ربما هذا إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي من هذه الخطوة، لكن هنالك البعض يتحدث أن إعادة ربما محاكمة المتهمين بالوشاية هو حل غير ناجح، والأجدر التأكد ربما من صحة المعلومات الواردة عن المتهم. قراءتك إلى هذه النقطة، وهنالك أيضا دعوة لمن تعرض ربما للعنف إلى تقديم الشكاوى، ألا يفتح ربما هذا الشأن عدة أبواب ربما ليست في صالح العراق في هذا التوقيت؟ والله أنا أراها أستاذة خطوة إيجابية، خصوصا أنه هذه الطلبات ستذهب إلى الادعاء العام كما يقول قانون أصول محاكمات جزائية بالمادة 270 وما بعدها، والادعاء العام سيحيلها إلى محكمة التمييز. محكمة التمييز ستدقق وتتخذ القرار، يعني إذا وجدت أنه الأدلة على وجود التعذيب موجودة ترجعها إلى المحكمة اللي أصدرت القرار، يعني محكمة الجنايات المختصة. ومحكمة الجنايات يا أما تخفض الحكم يا أما تصدر براءة عن ذلك. ليس هذا فقط، بل يحق للمتضرر إذا صدر القرار بمحكمة الجنايات أن يقيم دعوة في محكمة البداءة يطالب بالتعويض من الشخص الذي قام بتعذيبه، وأيضا يقيم دعوة أخرى في محكمة التحقيق يطلب أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. خطوة إيجابية نتمنى أن يلحقها قانون أو تعديل قانون العفو أو إصدار قانون عفو جديد كما ذكرنا، والمرحلة تتطلب ذلك كما أعلم في المنهاج الوزاري. وفيما تعلق ربما سيدة تميمي بنقطة تعويض من تعرض ربما إلى التعذيب، ألا يفترض الآن وجود ربما تكييف قانوني لهذه الفكرة؟ الكثير من الحالات ربما المشابهة موجودة في الشارع، وهي الآن تعيش ربما أوضاع إنسانية صعبة جدا. صحيح، هو هذا مهم جدا. الكثير يعني لا يعرف بأنه من يقوم، يعني حتى من بعض المحققين يجهل أنه عندما يقوم بتعذيب المتهم وانتزاع الاعتراف
بالقوة أو بالإكراه، بالوعيد، حتى بإعطاء المواد. يعني هذه أساليب بدائية أستاذة لا تتناسب مع علم التحقيق وعلم الجريمة. يعني الجريمة اليوم هي علم، وكذلك التحقيق فيها علم. لهذا من يقوم بالتعذيب وانتزاع الإكراه قد يؤدي إلى وفاة المتهم، ونكون أمام في هذه الحالة أمام يعني ضرب مفضي إلى موت، وقد يؤدي إلى عاهة، وقد هنا نكون أمام جريمة إحداث عاهة مستديمة، وكلاهما عقوبتها جناية 15 سنة سجن. فلهذا هنا يعني كثير من الحالات في أثناء التحقيق يحصل فيها ذلك، قد يتوفى المتهم، قد يصاب بعاهة. أما جنابك تتحدثين عن التعويض، التعويض متاح، لكن التعويض حالة لاحقة لحالة إثبات التعذيب. إذا أثبتنا التعذيب وأثبتناه بالأدلة والوقائع وقررت المحكمة الإفراج عن هذا الشخص اللي تعرض للتعذيب، هذا من حقه أن يذهب ويطالب بالتعويض. ليش أستاذة؟ لأن إحنا ما عندنا بالعراق لا قانون رد الاعتبار ولا عندنا حق البريء في التعويض، على أساس سابقا يشرعون قانون حق البريء في التعويض عندما يتم توقيفه ظلما أو نتيجة. لكن هنا نلجأ إلى القواعد العامة، إلى القانون المدني. هنا يذهب المتضرر يقيم دعوة ويطالب بالتعويض حسب ما تعرض له وحسب الضرر المعنوي الذي تعرض له، وهي دعاوى مضمونة. نعم، الخبير القانوني سيد علي تميمي، شكرا جزيلا لك.